بهذا الفيديو راح ناخذ تجربة جديدة لمادة السيستم بروجرامينج with microprocessor. التجربة الثامنة راح تتضمن البيانات، عملية نقل البيانات من وإلى الفلاج ريجستر. تنقسم إلى جزئين، الجزء الأول عملية نقل البيانات بين الفلاج ريجستر والأي اتش ريجستر، فراح ننقل 8 بت فقط من الفلاج بهذا الجزء. بالجزء الثاني تتضمن عملية نقل البيانات بين الفلاج ريجستر والستاك ميموري، فراح ننقل 16 بت من بيانات الفلاج ريجستر. وبهاي الحالة، بالحالتين اللي مضت بالجزئين، راح تتم عملية السيطرة على الستيتس للفلاج ريجستر، وبالتالي السيطرة على الستيتس حالة المايكرو بروسيسور. كان تكون حالته عنده كاري او ما عنده كاري، احنا نجبره انه يكون عنده كاري او ما عنده كاري، او عنده باريتي عدد الوحدات زوجي او فردي، احنا نغير حالته، او هو الرقم اللي عنده موجب او سالب، او حالة البروسيسور صفر لو لا، يعني مصفر الاكيوميليتر ام لا، كله احنا راح نجبر المايكرو بروسيسور بدون عمليات رياضية حسابية او منطقية، بدون عمليات الارثمتك واللوجيك، راح نجبر المايكرو بروسيسور أن يغير حالته من خلال الـ AH register والـ stack memory. نأخذ الجزء الأول. بالجزء الأول من هاي المختبر، الجزء الأول يتعلق بعملية نقل البيانات بين الـ flag register والـ AH register، فيتضمن إعازين، إما store AH to F أو load AH from F ريجستر، يعني فلاج ريجستر. بالحاله الاولى انه عندك لود اي اتش فروم اف، يعني حمل لي الاي اتش ريجستر بمعلومات من الفلاج ريجستر، بس اي جزء من الفلاج؟ اللو بارت من الفلاج، اللي سيجنيفيكانت بت اوف فلاج، يعني اول 8 بتات فقط بهذا الاعاز اللود اي اتش اف، راح تنتقل هاي الثمان بتات، أول 8 بتات من الفلاج إلى الـ AH register، راح تنتقل من الفلاج إلى الـ AH register. بينما بالإعاز البعده حتتم العملية المعاكسة، هي store S store AH to F، يعني أخزن الـ AH معلومات الموجودة بالـ AH وانقل لي أخزنها إلى الفلاج register، يعني حتنتقل شكو محتوى موجود عندي من خلال هذا الإعاز، شكو عندي موجود بالـ AH register، راح ينتقل، لاحظ 8 بت، راح ينتقل إلى least significant bit مال الفلاج، أول 8 بتات بالفلاج. زين، بالحالتين هذا الإعاز والقبلة، شنو عندي بأول 8 بتات بالفلاج register؟ عندي أول بت الكاري فلاج، الكاري فلاج، وهذا يكون واحد من يكون عندي كاري بآخر بت بالموست سيجنيفيكانت بت، واخذناه بشابتر 5. البت اللي بعده متروك واحد، مهما جبر تسوي صفر يرجع واحد، هتنتبه عليه حيل، وحنشوفه هسه من خلال أمثلة. البت اللي بعده اللي هو الباراتي فلاج، حالة الواحد والصفر، عدد الوحدات زوجي أو فردي، فإذا كان عدد الوحدات زوجي يكون واحد، والعكس صفر. البت اللي بعده دائما متروك صفر. البت رقم 4 يعني خامس بت الاوكسيلاري فلاج، يكون واحد من عندك كاري بين البت الرابع والخامس، يعني البت 3 والبت 4، من يكون عندك كاري رقمين ده تجمع وعندك كاري بالنص بعد 4 بتات الى البت الخامس، من يصير عندك كاري باليد واحد هذا يصير واحد، واخذتوه هذا باللوجيك السنة مضت. البعد الخامس ترك، البعد الزيرو فلاج، من يصفر البروسيسر بعملية معينة يصفر، مثل عندك اللوب السي ال نحط به رقم ونظل نستمر به الى ان يصفر باللوب، هذا يكون صفر، فمن يكون صفر يشعل عندك واحد، صفر يعني معناه البروسيسور
اجرت عمليه معينه وصفر البروسيسور. والساين فلاج يكون عندك واحد من تتضمن عمليات رياضيه تتضمن ارقام موجبه وسالبه. شلون تعرف الرقم انه موجب وسالب؟ بالموست سيجنيفيكانت بت. اذا كان واحد معناها عندك هذا الرقم سالب، فهنا يأشر لك واحد. اذا كانت العمليه تتضمن ساين اوبريشن، اكو عمليات رياضيه ما تتضمن ساين، يعني رقم مطلق موجب وسالب نفسه، بس اكو عمليات رياضيه اعازات خاصه تتعلق بالساين. انا اخذها ان شاء الله بشابتر 8. فهذا يكون واحد من يكون عندك الرقم سالب. بالمختصر البتات الفردي، البتس الفردي الواحد والثلاثة والخمسة هي متروكة، بس أول بالترك هو واحد والباقي اثنينات صفر. بالمختصر وهي نحفظ أماكنها ونفهمها. تمام. إذن بهذا الإعازين الستور واللود أي اتش نقلنا بس 8 بت من الفلاك، أول 8 بتات فقط. زين إذا نريد الحالة مال الفلاج ريجستر كلها 16 بت شو نسوي؟ لازم ننقل هاي المعلومات إلى مكان يستقبل 16 بت وورد. من هو؟ الستاك. بهذا الإعاز بوش اف، احنا أخذنا هسه ثالث إعاز بي بوش، عندنا بوش وبوش اي يعني بوش اول وبوش اف. هسه شو يسوي البوش اف؟ راح ينقل ال 16 بت اللي عندك بالفلاج ريجستر هاي كلها، هاي ستيتس اللي هسه تعرفنا عليها شرحت لك اياها. ورا عندك ثلاثه كنترول مو ستيتس، لاحظ غامقه كنترول فلاج. ورا واحد عندك هنا ستيتس، راح كله ينتقل الى الستاك. الجزء اللو مال الفلاج حيروح الى الجزء اللو بالستاك، الجزء الهاي بالفلاج ريجستر هذا ال 8 بت الهاي موست سيجنيفيكانت بت راح ينتقل الى الجزء الهاي بالستاك. وين موجود يأشر الستاك التوب مالته ينقل اليه. وطبعا مثل ما اتفقنا اول موقع حيكون صفاره. فهذا بوش اف. طبعا الستاك بوينتر يقل مو يزيد، انه بالعكس يشتغل، يقل بمقدار 2 لانه ينقل وورد. العمليه المعاكسه اليه هي البوب اف. بوب اف وين يأشر؟ وين المؤشر كان واقف مال ستاك بوينتر؟ من يجي عز بوب اف راح تنتقل المعلومات من الستاك ميموري 16 بت وورد الى الفلاج. شكو عندك هنا باللو يروح لللو، شكو عندك بالهاي حيروح بالهاي. واضحه؟ بهاي الطريقه هذا الجزء اللي ما قدرنا ننقله بأول إعاز شرحت لك إياه بهذا المختبر راح نقدر ننقله ونسيطر عليه ونغيره. يعني بأول إعازين مال ستور أي اتش ولود أي اتش ما قدرنا نسيطر على الأوفر فلو ولا على الدي اف ولا الاي اف ولا التي اف. هسه راح نقدر نسيطر عليها ونغيرها أو نقراها. نقدر نقراها ونقدر أن نكتبلها نغير حالتها. وهسه نشوف بالأمثلة. يعني بالمختصر كان عندنا بهاي الإعازات جزئين. الجزء يتعلق بنقل بيانات بين الفلاج والأي اتش ريجستر، يتضمن إعازين ستور أي اتش اف ولود أي اتش اف. الجزء الثاني كان بين الفلاج والستاك ميموري، هنا دا ينقل 8 بت، هنا دا ينقل لي 16 بت بهذا المكان. فعندي هم إعازين بوش اف وبوب اف. فمن خلال هذا اقدر انقل كل البيانات او انقل اول 8 بس. هسه نشوفها بالامثله راح تتوضح المعلومه اكثر. اول مثال دا اطلب من عندك رايت ان اسامبلي كود، اكتب لي شفره اسامبلي لاجراء الاتي. هل اريد من عندك اول خطوه بالترتيب سوي لي كل وحدة من هاي الفلاج سي اف بعد سي اف بالترتيب بي اف بعدين البي اف، سوي لي السي اف واحد والباقي كله صفارة، سوي لي البي اف باراتي فلاج واحد والباقي كله صفارة،
وهكذا إلى آخر بت، سوي لي هذا واحد والباقي كل أصفار. بس أريدك طبعا من خلال الريجستر الـ AH، بس أريدك تقرأ المعلومات من ميموري لوكيشن اسمها FLGFS، يعني فلاجس فلاكسيند، سمي ميموري لوكيشن يعني داتا أري اسمها FLGS، وأنقل المعلومات من عندها للـ AH register. بعدين من الـ AH register ودي لياها للفلاج register. بعدين من الفلاج register رجع لياها للـ AH مرتلخ. وبعدين من الـ AH register ودي لياها إلى memory location آخر، array آخر اسمه flag receive FLGR. أوكي؟ ليش؟ حتى نلاحظ أول شيء نسوي setting لكل وحدة. هذا السند اول واحد، مثلا اعطيك مثال على اول حاله وقس على ذلك. اول واحد قلت لك تسوي لي واحد والباقي كل اصفار. شنو عندك يعادل بالهكساديسيمال؟ هاي عندك واحد صفر صفر صفر، شي يمثل واحد بالهكساديسيمال، والباقي كلها هاي صفارة معناها عندك صفر. هاي المعلومه رحت وديتها من الفلاك سند ميموري لوكيشن، هذا اري، وديتها للاي اتش ريجستر، من الاي اتش ريجستر وديتها للفلاج، من الفلاج وديته رجعته للاي اتش مرت الاخ، وبعدين رجعته الى الميموري لوكيشن اف ال جي ار. لاحظ صار تغيير، وديت له للفلاج واحد رجع لك ثلاثه. السبب ليش؟ هذا حاولت تغيره صفر بقى واحد، فصار عندك واحد واحد صفر صفر، شقرا ثلاثه، واحد واحد اثنين واحد ثلاثه. هذا الويت، الويت مال هذا واحد، الويت مال هذا اثنين، هذا الويت مالته اربعة، هذا الويت مالته ثمانية. تعلمنا شلون نحول من الهكسا الى الباينري، وتعلمتوه كذلك بالمرحلة الاولى باللوجيك. فدزيت له واحد رجع لك ثلاثة، دزيت له اربعة، هذا لاحظ من سويت هذا واحد والباقي كله صفارة، اشتقرأ واحد صفر صفر هو اربعة، صفر واحد اثنين اربعة، يعني اربعة هذا الرقم بالهكسا والباقي صفارة، فصفر اربعة. دزيت له أربعة رجع لك ستة، ليش؟ لأنه هذا هم رجع واحد، وهكذا. فكم عملية حتصير عندك؟ عندك خمسة status، خمسة flag، هذا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، فلوب حتسوي إلى خمسة. شلون حتتم هاي العملية؟ لاحظ هنا عندك أول مرة تروح الجزء الديتا، تحط الفلاج مالتك سي اف والبي اف وهكذا على الخارطه، هذا واحد والباقي صفاره معناه صفر واحد هكساديسيمال، هذا واحد والباقي صفاره واحد صفر صفر يعادل اربعه صفر اربعه، عندك هذا واحد والباقي صفاره، يعني اول اربع بتات صفاره حطيت هنا صفر، جيت بهاي الاربع بتات هاي الاربعه على هنا، هذا بس واحد والباقي صفاره معناه عندك واحد، بس راح الصفر. نجي الى زيرو فلاج، زيرو فلاج هذا عندك واحد والباقي صفاره، يعني اول اربع بتات صفاره نزلتها صفر. هنا عندك واحد بهالاربع بتات هاي هنا اهاي، هنا عندك واحد صفر صفر معناها اربعه، واربعه صفر. الساين فلاج عندك واحد والباقي صفاره معناها ثمانيه، هذا واحد صفر 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 معناها هاي الاربعه بتات ثمانيه، وهاي أربعة أصفارة نزلت هنا أصفار. شو تسوي؟ عندك سورس وديستنيشن، السورس S والديستنيشن سميت لك إياه R، flag R flag S. تأخذ الإفكتيف أدرس مالتهم حتى تتعامل مع الميموري، تحط السورس بالS I وتحط الديستنيشن بالD I، تجري لوب. أول شيء حتقرأ من الميموري، تقرأ البيانة من الميموري مثل ما عندك بهذا الشارت، تقرأ من الميموري تروح توديه بعدين إلى الـ AH register، من الـ AH register إلى flag، من الـ flag رجع للـ AH، من الـ AH رجع إلى الأري الأخرى الثانية، فهذه العملية هنا تصير. من السورس وديت للـ AH، شلون تودي من الـ AH للـ flag؟ تقول له store AH flag، ترجع مرة أخرى من الـ flag للـ AH، تسوي العملية المعاكسة load AH from flag. وديت المعلومة إلى الـ AH، تسوي له؟ تسوي له نوبة move من الـ AH إلى الـ destination DI، لاحظ ميموري لوكيشن وين تروح؟ تروح تنتقل المعلومة من هالمكان إلى هذا المكان،
يعني حتنتقل بالفاريبل، راح تنتقل من الزيرو وان، راح تنتقل بالنهايه الى الريسيف، هذا السورس هذا ديستنيشن، وهكذا الى بقيه الارقام اللي عندك. وهي عمليه الخزن، لاحظ 0104 10 هاي لاحظها يانا يعني هاي كلها هنا يعني بالميمار نسوي لك اياها الى ال 80 هاي ال 80 وراح عمليه الخزن صارت 3 هاي 3 06 هاي 06 وهكذا الى 82. وهذا هو التنفيذ عندك البرنامج، وهذه الفلاج ريجستر لاحظ خلينا نسوي له ران، لاحظ 1-0 على السريع يسوي الى انتهى الى النهايه. بالنهايه لاحظ القيم كلها انخزنت عندك وتسجلها وتاشر ليش صار هذا التغيير، ليش دزيت لواحد رجع لك 3 ذكرته قبل شويه، ليش دزيت لأربعة رجع لك 6 وهكذا. ننتقل الى المثال اللي بعده. المثال اللي بعده يضمن الجزء الثاني اللي يعازي البوش اف والبوب اف. هالمره اريدك تنقل لي او تغير لي الفلاج، هاي الفلاج الاعتياديه اللي هي السي اف البي اف الى الاس اف هاي اوكي، لكن هالمره طلبت وياها الاوفر فلو والدي اف، معناها انت حتشيل شنو 16 بت هالمره، جيت على الموست سيجنيفيكانت بت هذا الجزء الثاني مال الفلاج، فلازم تستخدم الستاك. الستاك والفلاج معناها عندك بوش اف وبوب اف، فايش حتسوي؟ هم تسوي ميموري سورس لها اري سورس، تنقل هالمره الى الاي اكس بدل الاي اتش لانه 16 بت، بعدين تنقله الى الستاك، من الستاك راح تنقله الى الفلاج، من الفلاج ترجع توديه للستاك، بعدين ترجع الى الاي اتش، بعدين ترجع الى الميموري الاخرى. لاحظ لو تحط هنا مرايه حتلاحظ انه بنسوي عمليه معاكسه اوكي، وبنصها الفلاج. لو تحط هنا مرايه حتشوف عندنا العمليه بالمقلوبي، ليش؟ نودي الى الفلاج ريجستر ونرجع نستلم من عنده، شوف شنو عمليه التغيير اللي صارت. معناها انت عندك كم فلاج ده تغيره؟ لاحظ 1 2 3 4 5 6 7، 7 فلاج، معناها اللوب مالتك 7، كل واحد تسوي واحد والبقيه صفاره، يعني لازم تروح تسوي اول مره هاي الاري، تسوي هاي الاري. شلون تسويها؟ تجي على الخارطه مالتك مال الفلاج، قلت لك اول واحد تسوي واحد والباقي صفاره، يعني عندك واحد والباقي كله صفاره، فنزلت 0001 هاي اول قيمه، تروح على ثاني قيمه تصممها، تجي هذا واحد والباقي كله صفاره، يعني شنو يصير عندك الرقم 0010 معناها 4 والباقي كله صفاره، حط 3 صفار، وهكذا الى بقيه الفلاكس تسوي هذا كله تصممه بالبدايه، وهذا بالبدايه تخلي كله صفاره 7 صفاره، وتعلمنا شلون مختبر رقم 3 و4، ونجري عمليه لوب بهذا الشكل المنطقي هذا اللي عندك امامك. لو تحط هنا قلت لك مرايه حتشوف العمليه معاكسه. شلون تتم؟ بالبداية قلنا صممنا جزء الداتا، شوفتك شلون قبل شوية شرحته، تاخذ الافكتيف ادرس مالته العنوان الفعال، تقول له لود افكتيف ادرس، تحط اسم الاري السورس والديستنيشن، السورس تحط قدامه الاس اي، ديستنيشن تحط قدامه الدي اي، فصار الافكتيف ادرس مال السورس مخزون بالاس اي، والافكتيف ادرس مال ديستنيشن مخزون بالدي اي. اللوب 7 مرات، تجري عملية اللوب، راح تنقل من الـ AX register إلى الفلاج، وهكذا إلى أن تنهي هاي العملية بالكامل مثل ما موجود عندك بهذا المخطط. لاحظ هذا المخطط تابعه، وهسه تشوف يعني نقلت إلى الـ AX register، من الـ AX وديته للستاك بالبوش الاعتيادية، لاحظ المرة استخدمت بوش اعتيادية طعمته ويا بقية الإعازات، بعدين وديت من الفلاج بوب اف، وديت من الفلاج من ستاك ميموري بوب اف الى الفلاج ريجستر، ورا رجعته من الفلاج ريجستر وديته للستاك، من الستاك سويت بوب اخر اعتيادي الى الاي اكس ريجستر. لاحظ بدانا بوش
بوب اف قابل بوش اف، بوش قابل بوب، اي اكس اي اكس. لاحظ عملية معاكسة كأنما مرأي أخر. نشوف شنو التغيير اللي حيصير من ندز الستاك ونستقبل مرة ثانية، وهكذا تودي بالنهاية من الاي اكس ريجستر الى الديستنيشن، يعني الاري اللي الثانية اللي عندك اللي هي فلاج ريسيف. وتتم هاي العملية، لاحظ هسه هاي العملية كلها تمت. وورد عندك سبع قيم وورد، سبع وورد انتقلت من هالمكان الى المكان، لاحظها تشوفه عندك تقدر تنفذه وتشوفه عندك هاي العملية. شوف هنا نحن ننفذ لك اياه، وين عندك لا تمام. لاحظ هذا عندك الفلاج تقدر تتابعه، وهذا عندك الفاريبلز. المرة صار عندك سبعة فاريبل، سبعة وعندك سبعة. لاحظ التغيير هنا، هاي السيتنج علمتك عليه، ولاحظ هذا البقية كل أصفار شلون راح يتغير باللوب. حغيره مرة واحدة أشوفه، ولاحظ هذا الجزء الفلاج، ولاحظ هذا اللي تقدر تمشي بطيء وتشوف الفيديو، هذا التغيير مع هذا التغيير شلون يصير. لاحظ شلون تتغير هاي القيم واحدة ورا الأخرى الآن يمتي البرنامج، تقدر تمشي بطيء وتشوفه خطوة خطوة عندك. وبالنهاية راح أنطيك بروسيجر إذا كان المختبر حضوري، ما أعتقد هسه نقدر نسوي حضوري المختبر، فحيجي عندك بروسيجر بخطوات تتضمن فتشي متعلق بالإكزامبل الأول والثاني اللي انطيناه، مجرد دراكم المعلومات ونشوفك مدى فهمك إلها. أتمنى هذا المختبر كان واضح بالنسبة لكم. تحياتي.